عندنا صينية بطاطا بالدجاج والفطر، وأيضا في عندنا شوربة كتير طيبة اللي هي شوربة الكيل. محلة شيف بوجودة. إذا الشيف حسين عبد الله على السلامة ولا عودتك معنا كمان. نحن وياكم بننطلق نهارنا لليوم من هلا للوحده بتوقيت بيروت، ضيوف كتار وفقرات كتير، ما تتركونا خليكن معنا. نحن وياكم تحركات الكواكب وعلم الفلك كارمن والابراج. ما تنسوا الرقم الواتساب 03-010-533 لاي اقتراح او سؤال بتحبوا توجهوه لنا. صباحكم الخير. اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر تشرين الاول، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج مائي برج السرطان، والاجواء اليوم حلوه كثير للابراج المائيه، موالي برج السرطان، موالي برج العقرب، وكذلك موالي برج الحوت اللي جو اليوم حلو يستفيد منه لانه بكره الاجواء مختلفه. بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، ما تغرق بفنجان قهوه، بدك تتعامل مع الامور من حولك بموضوعيه، يمكن ما تكون كتير مرتاح على بعض الأمور اللي عم بتصير من حولك، يمكن تصرفات أحد أولادك أو الجو من حولك أو مسألة شخصية منزلية عم بتصير. المهم الأمور كلها بتتدبر، خاصة أنه بكرة الأجواء رح تتغير وتصير حلوة، فما تنزع. الأكثر حظا نسبيا 17-18 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، لازم وبقوة تشتغل بهذا النهار. ليش؟ لأنه اليوم أنت بتملك سر النجاح، بتملك القدرة لحتى أنت تكون قادر أنك تتعامل مع الأمور بذكاء سريع، بسرعة خاطر، بقدرة لحتى تشوف غيرك شو عم بيعمل، قادر تشوف الأمور مثل ما هي. اليوم نهار بتحس حالك أنك سريع كتير، بتستوعب بسرعة، الناس تستوعبك بسرعة. روح على المدرسة لأنه بيطلع معك الجواب، روح على الشغل، بالشغل كمان بتتيسر الأمور. نصيحة فلكية، ما تأجل لليومين المقبلين. الأكثر حظا نسبيا 24-25 نيسان أبريل، 10-11-19-20 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء، الجو يتقدم معك بطريقة تمتحنك، بطريقة بتخلي الواحد يعرف وكأنه عم يجس النبض، عم يجس نبضك ليشوف إذا أنت جاهز، إذا أنت أدى. الأجواء عند مولود برج الجوزاء منا عاطلة، لأنه أنت كمان بالفعل فيك أنت تكون أنت عم بتشوف إذا بتقدر تربح، بتقدر تكسب رهان معين، تتقدم، تتفوق. هذا نهار في نوع من حسبة، في حساب عم بيصير، فحاول تضلك ربحان. لتكون ربحان بدك تكون محضر حالك. يلي ما بيهدى 10-11-12 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. سريع جدا هيدا النهار، وهيدا النهار لا يفوت، يعني ما فيك تقعد مكتف ايديك مبسوط خي وتقول انه يي كارمن قالت هذا من الايام الحلوه جدا فما ضروري نعمل شيء. هيدا هو النهار يلي لازم تعملوا فيه كل شيء، الصغير والكبير والصعب والمعقد، هيدا النهار بيعطيكم ضوء اخضر لكل شيء وبيخليكم تتفوقوا، ما تاجلوا اذا امكن. الايام المقبله منا صعبه، لكن اليوم نهار مميز ممتاز ومن الايام الاجمل المتبقيه بهيدا الشهر اللي هن اصلا يومين، يوم وبكره، وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني. الاكثر حظا 21-22 تموز يوليو. كلكم محظوظين بشكل خاص 21-22. بنتقل لبرج الاسد. بالنسبه لك مولود برج الاسد، بعتبره هيدا نهار فلكيا فاشل، من الايام الصعبه، من الايام يلي ما بتخلي الواحد يتهنى بشغل مقدم وصار له شهر شهرين عم يشتغل عليه من كل قلبه وسهر الليالي. وبالتالي اذا فينا ناجل لبكره بيكون امر رائع جدا، ساعتها ما بتخسر كل هالحظوظ ونوعيه الوقت يلي ناطرتك بكره. هلا مش كل الاشخاص بيقدروا ياجلوا، شو معناتها فينا نعمل اليوم؟ اليوم بدنا نخفف خسارتنا بقدر المستطاع. هل يوجد ضروري انه يكون في خساره؟ فيني اقول لك انه ما راح يكون في ربح قد ما بدك، وبالتالي لحتى ما يضيع جهدك سدى وكل هالتعب والسهر اجل لبكره، والا بدك تفتح عيونك كثير منيح وتنتبه منه تكون خسارتك كبيره، خفف الخساره بقدر المستطاع. بشكل خاص 23 تموز يوليو، 12-13-14 اب اغسطس. كمل مع برج العذراء. نهار ناجح
جدا على مختلف المستويات. هيدا نهار بيخلي مولود برج العذراء يلفت الانظار، يكون شخص مالياب فليكسبل، مرن جدا في التعاطي مع الامور في المجتمع والدوائر يلي عم بيدور فيها. وين ما كان، انا بعتبر هيدا نهار بيسمح لمولود برج العذراء انه يتفوق بطاقاته ومهاراته الاجتماعيه يلي هو بيكون اجمالا مخبيها. مولود برج العذراء اجمالا شخص يتنحى جانبا وبيترك شخص اخر هو توليد، ما معناتها هو اي فولوور. مولود برج العذراء ما تغلطوا فيه، هيز نوت اي فولوور، شيز نوت اي فولوور، لكن بحبوا يكونوا شوي على جنب ويتركوا غيرهم راس الحربه. مواليد برج العذراء اليوم نهار لازم تكونوا انتوا في الصف الاول. الاكثر حظا 23 24 28 29 اب اغسطس 12 13 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان نهار مهم، ما بتقدر تترك هيدا النهار يمشي على ذوقه، انت بدك تتحكم بهيدا النهار، لانه هيدا النهار نوعيته يا ابيض يا اسود، يا ناجح يا فاشل. حل وسط ما بعتقد بهيدا النهار، لانه دغري بتطلع النتيجه. وبالتالي اليوم لازم تكون حاضر ناظر، مستعد لكل شيء، رايحه مدرستك، دارس كل شيء، محضر حالك، مراجع دروس السابقه، تصور لوين، على اجتماعاتك بتكون مفتح عينيك كثير منيح، بتكون جاهز، ابتسامه على وجهكم، نهار معقول يوصلكم الى القمه اذا انتم جاهزين. الاكثر حظا نسبيا 12 13 14 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. قوي قلبك مولود برج العقرب، اليوم نهار بعتبره أحلى من بكرة، فحاول تنهي الشهر شهر أكتوبر اليوم. اليوم نهار بعتبره بيسهل أعمالك، بيسهلها لأنه بيزيح خصمك، بيزيح الخصم الصعب، بيعطيك القدرة لحتى تنجح، نجاحك بيكون باهر، في صلحة، في تسوية، في أجواء رائعة، هنالك قدرة عندك لحتى تفتح أبواب ومجالات تحلم فيها. اليوم نهار رائع من الايام الحلوه جدا، خاصه عد 20 ل 22 نوفمبر تشرين الثاني، ولانه مولود 23 24 اكتوبر هو الاكثر تعبا، ما تاجلوا لبكره، اليوم نهار بيساعدكم شوي. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس بين اليوم وبكره عم ننهي الشهر، في فرق كثير بين اليوم وبكره، بكره افضل من اليوم. الجو العام غائم وماطر وعاصف، عم بحكي عن كل هالدي الفترة، كل هالأسبوع. بين اليوم وبكرة، بكرة بتطل شمسك شوي، بتشمس الدنيا. فالأمور الصعبة المعقدة التقيلة يلي بنشغل عليها بكرة، اتركها لبكرة. اليوم نهار لتذليل بعض العقبات، وما تفكر رح تقدر تشيلها كلها. في مفاوضات لازم تمشي، مشيها لحتى بكرة تقدر تنهي الشهر بنجاح. 29 عفوا مضل اتغلبت فيها، 19 و20 ديسمبر هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي هيدا نهار نوعا ما بتحس انك عم تركض فيه، صار لك من امبارح عم تركض لتشهل لتخلص قبل ما يخلص الشهر. اليوم نهار بيعذبك شوي، بيستفزك شوي، بيطلعك من الكومفورت زون، بتحس انه عم تركض، عم تسعى، عم تحكي مع فلان وفليتين ما بيردوا، بترجع بتحوص اليوم، يمكن تعصب شوي، بكره اريح، فحاول انه اليوم ما تكسر الجره، ما بتستاهل القصه، هي نتفه قصه وبتمرق، بكره افضل بكثير. يلي معقول يتعب 27 28 ديسمبر 19 كانون الثاني يناير، الاكثر حظا 21 22 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو كل تعب هيدا النهار بضلوا الطف من بكره، انهي الشهر اليوم، لكن اليوم نهار طويل جدا جدا جدا. اذا بتكون شاطر وبتشيل عن بكره حمل وتخلص اليوم بيكون احسن، لانه بكره نهايه الشهر ثقيله صعبه، سواء كانت بالعائله، سواء كان بالشغل، سواء كانت بالمدرسه. واستقبال شهر جديد نوفمبر رح بيكون ايضا تعب متعب. خلص اليوم، حط عقلك براسك، ما تلتهي، عينك على الساعه، على جدول الاعمال. كون حذر جدا 8 9 10 11 شباط فبراير. بنهي مع طبعا نوصل لبرج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت هيدا نهار جميل جدا، راقي جدا، يتعاطى معك بلطافه، وشو بدك مور اطلب. الاجواء اليوم رائعه جدا، الايام الحلوه حلوه جدا بهيدا
بهالفصل أو بهالفترة المرحلة تحت تأثير الشمس من برج العقرب، لكن اليوم نهار من الأجمل والأقوى حظا. ما تأجل لبكرة، بنوفمبر بعطيك أيام حلوة. اليوم هو نهار رائع من أجمل ما يكون عند الكل، خاصة 18 و19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة بتهيئ لك كل ما هو جديد، كل ما يمكن تكون عم تحلم فيه، وكل ما هو لم تحلم به سابقا. هيدي سنة بعتبرها كتير كتير حلوة، سنة بتخلي مولود اليوم يكون عم بيطبق وينفذ أمور يمكن حصل عليها كان موعود فيها، مثل هالوقت سنة الماضية مفروض يكون هلا ماشي بتنفيذها. نوفمبر، مارش أدار، جولاي تموز، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. ثانك يو لك كارمن، وثانك يو لكل التفاؤل يلي بتعطيه يوميا لكل الابراج. بتمنى انه يوم يبلش نهاركم حلو، ومع مثل ما قلت لكم رددوا كلام حلو ايجابي بحياتكم، بصير معكم حكما بالعقل الباطني وبتنفذ على الارض. بريك ونرجع لنتابع مع هادي، خليكم معنا.